عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. لتتبعن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المحذوفة بتوالي الأمثال، إذ اجتمعت عندنا ثلاث نونات: نون الرفع لأنه من الأفعال الخمسة تتبعون، والنون المشددة عبارة عن نونين، فحذفت نون الرفع لأن توالي الأمثال لا يستحسن في اللغة. فلما حذفت النون بقيت الواو ساكنة، ونون التوكيد المثقلة عبارة عن نونين، الأولى ساكنة والثانية متحركة، فلما اجتمع ساكنان حذفت واو الجماعة. لكن لو قال قائل: أخذنا أن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد يبنى على الفتح، فلما لا يبنى هنا؟ نقول: لم يبنى هنا لأن نون التوكيد ليست مباشرة، واشترطنا أن تكون نون التوكيد مؤثرة في بناء الفعل المضارع على الفتح أن تكون مباشرة. أما إن لم تكن مباشرة فلا عبرة بها، يكون الفعل المضارع معربا، ويحصل الفاصل إما بواو الجماعة أو بألف التثنية أو ياء المخاطبة، وهي العلامات على الأفعال الخمسة.